وين كنت يا خرفان كي كنا جزارة؟ انا يقول لكم صحابكم 40 مليون 20 مليون نمحي ربكم، هاي قسم بالله ما نخلي نص الشعب نخليه ونص الاخر نتبع له ودي كلب بني كلب يا طحاحنا يا مرخص. سأتي اليوم لأتحدث بكل صراحة عن الخيانات وعن الاندساسات وعن الغدر وعن الوعود الكاذبة وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار. وين كنت يا خرفان كي كنا جزارة؟ كنت أستمع لهذه المرأة التي أذهلت العالم، أستمع وأتابع وأقرأ، ربما أوسمة العالم كله لا تكفي للاعتراف لك بما قدمتنيه، لا للجزائر فحسب ولكن للإنسانية كلها. كنت أتابع حركة التحرير الجزائرية، كنت أتابع من خلال بعض الأفلام الوثائقية عن المعارك التي كانت تدور في القصبة وعن أبطال الجزائر، عن علي لابوانت وعن غيرهم ممن صنعوا تاريخ الجزائر، وعنك كيف واجهت الاستعمار بثبات وبقوة. وين كنت يا خرفان كي كنا جزارك؟ يا في الوقت الماضي كانوا زوج، طريق للثورة والكفاح من أجل تحرير الجزائر، وكان طريق من يعايش تمشي مع الاستعمار. هم اختاروا فرنسا وفرنسا أعطتهم حقوقهم، لا حق لهم عندنا. أنا هكا نقول